أهلا وسهلا، تحية لكل الأشقاء على امتداد هذه البسيطة. في جانب آخر يتعلق بالصحة، صحة الجسم وصحة البشرة، هل تعاني عزيز المشاهد من حب الشباب؟ هل تتساءل عن العلاجات الممكنة لحب الشباب؟ بما أنه حب الشباب معروف من المشكلات الكبيرة اللي بتأرق المراهقين كمان والشباب، اليوم حنتحدث عن واحدة من الحبوب التي يمكن أن يستعملها الشاب أو الشابة المصابة بحبوب الشباب. 200 هي حبوب الركتان. سعداء أن تكون معنا هبة جبارة، خبيرة التجميل. أهلا وسهلا يا هبة. صباح الخير، كيف صحتكم؟ الحمد لله طيبين طيبين. كم توترتوا لما نقول اللي توتر منه فينا؟ حسب لكم أنتوا توترتوا. طيب جميل، ما مشكلة. الحمد لله توترتها. ما مشكلة. ظاهر المشاهدين طبعا لما نفسك بينكم ما بخليها بسهولة. سعيدين بك والله. صباح الخير. لما نقول حبوب الركتان يعني شنو؟ يعني أنا مصطلح بالنسبة لي غريب. بالنسبة لك مصطلح غريب. بالنسبة للروكتان هي حبوب يعني تم اختراعها أو تم اكتشافها قبل فترة، تقريبا حوالي 8 سنين أو 9 سنين، تم تصنيعها تخصيصا لتحويل البشرة من دهنية لجافة، واتعملت يعني لعلاج حالات كانت مضاعفة جدا من التهاب البشرة. حبوب لدرجة أنه بقى شكلها زي الحروق أو التقرحات، البشرة بتكون مصابة بكثير من الندب أو السكارز أو الحفر. فالروكتان بتعمل على تجديد البشرة باستخدام يعني جرعات معينة، ولازم فحص معين من قبل الشاب أو الشابة، يعني بيمشي يعمل تحليل خاص بالكيدني فانكشن، وظائف الكلى، الغدة الدرقية، بيشوف برضو إذا بتنفع معاه إذا هو مريض سكري، يعني لازم يشوف الشروط دي كلها يستوفاها إنه ما عنده مشكلة، لأنها هي بتقوم تجفيف الماء من الجسم. فإذا شخص عنده كلى هتحصل له مشاكل ومضاعفات كثيرة، ممكن تؤدي له لفشل كلوي. فبالنسبة للحبوب دي هي فعلا حل جذري للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بشرة مدهنة، أو بيصحوا من النوم بشرتهم كلها زيت ملمعة، أو بتضايقوا إذا وقفوا تحت الشمس شوية بحس أنه برضو بشرتهم بقت بتلمع. أقل حاجة بتحسسوا بتجيهم حبوب كبيرة، يعني ما بتكون حبوب عادية، بتكون شبه أكياس دهنية يعني في البشرة، في الظهر، في منطقة الصدر. فالحبوب دي بتعمل تحويل جذري للجسم كله. أها. طيب جميل، نتكلم في جانبين، ما يخص البشرة واستخدام الحبوب الركتان، هي مخصصة فقط للبشرة الدهنية ولا كل ما يظهر على الوجه على الجسم من علامات وندب؟ لا لا، هي خصيصا لأصحاب البشرة الدهنية جدا. يعني في أصحاب بشرات إذا كانت دهنية ممكن يعني نعمل لها علاج بمضادات حيوية خاصة للبشرة. في أدوية كتير بتعالج البشرات اللي بتكون دهنية أو بتطلع لها حب خفيف أو مراهم وسترويدات معينة، بس في حالات مستعصية لازم الشخص يلجأ للروكتان كحل جذري. كيف بتكون الحالات المستعصية دي؟ وليه ده مثلا يعني بشرة دهنية أنا عاوز أتخلص؟ أنا يعني عشان تكون هي مثلا برضو بتاعت ثقافة للناس اللي ما عندها المعلومة بصورة كاملة، شنو المضر في إنه الزول بشرته دهنية؟ يعني الموية الكثير زي ما تكلمت، الدهون الكثيرة، اللمعة الكثيرة، فخلينا شوية نتكلم عن الحتة دي. طيب بالنسبة للبشرة الدهنية هي يعني بتسبب أرق للفتيات أكثر من الشباب. الشباب ما بيهتموا بالحاجات لهن بالضبط كده. فبالنسبة للبنات بيكون شوية بشرتهم دهنية أسمك، وما بيقدروا يعملوا ميك اب، ما بيقدروا يهتموا بها يعني عناية، عايزة عناية شوية صعبة، لانه لازم الاستخدامات حقتك كلها حتكون بتحتوي على كميه كبيره او من الكحول او يعني الغسول او الصابونيات اللي بنستعملها، لازم تكون بتجفف كميه كبيره من نسبه الدهون اللي بتظهر على البشره عشان ما نصاب باللمعان في اغلب الاوقات، خصوصا لو الجو حار. يعني احيانا احنا كمان بيئتنا هنا شويه حاره يعني عن يعني البلدان الثانيه، فبتساعد انه بشرتنا تفرز دهون بكميات اكبر. فبالنسبة للروكتان بتخفف المظهر المزعج للإفرازات الدهون، بتتحكم فيها، بتبدأ تجففها على مقدار مثلا كذا شهر أو على حسب الجرعة اللي بيوصفها الدكتور للمصاب. لازم نعرف أنه بتتاخد حسب الوزن، يعني مثلا أنا وزني 60 ما ينفع أخذ جرعة 20 وأقيف عن كده، كده معناها أنا ما عملت أي حاجة، لازم أخذ الجرعة بنص وزني. الجرعات المتوفرة من الروكتان أو زيراكتان أو بيور أكني أو أكنوتين، دي كلها مسميات لحبوب مماثلة للروكتان. باخد جرعة 20 جرام وضيف لها 10 جرام، أنا وزني 80 بقوم أخد 20 20. في التزام معين أو في مفاهيم خاطئة عند استخدام الروكتان لاحظتها للبيجوني عندي في المركز كتير، إنه لما يوصف لهم الدكتور حبوب الروكتان بيكتفي بتقشير الروكتان للبشرة،
وده خطأ يعني تام. مفروض احنا نمشي على لاين علاجي كامل، يكون فيه غسول، يكون فيه تونر، يكون فيه سنبلوك، يكون فيه مقشر، ويكون فيه مرطب تركيزه عالي. اوكي، فبالنسبة لأنواع الغسول التونر دي بيساعدك فيها الصيدلي غالبا انك انت كيف تلجأ للنوعية الافضل اللي بتناسب بشرتك. يعني في ناس بشرتهم زي ما قلت لك اويلي اويلي، وفي في ناس بشرتهم يعني ما بين مركبة لجافة او دهنية على مركبة، بيختار غسول برضو مناسب للبشرة. لازم احنا نستعمل تقشير مع الروكتان عشان شنو؟ نتخلص من الطبقة الميتة اول باول. والتقشير يعني انا دايما بشرح انه الواحد يعمله بطريقة بروفيشنال، ما يكتفي بس انه يعمل كريم بس، في مناطق تحت العين بنستخدمها ايام بسيطة حسب كمان قوة المقشر. في مقشر 10 أيام، في مقشر 4 أيام، في مقشر قد يصل لشهر كامل. فدي كلها حاجات لازم تلجأ لشخص خبير، ما لأي واحد بيدعي انه بيفهم في الموضوع. لا يعني فاحت بتجيك تقول لك جبت تركيبة من صيدلية وما زبطت وشي، انت بتاخدي تركيبة ما بتناسب كل البشرات. لازم صح. شخص يكشف على بشرتك، لازم تعملها هيدروفيشل شهري. بشرة الدهنية بتمسك كمية من الأوساخ، فالهيدروفيشل دي عملية تنظيف عميق للبشرة بتخلصها من الدهون والترسبات أول بأول. ده شيء مدى الحياة يعني لأصحاب البشرة الدهنية. طيب يا هبة، ده فيما يخص البشرات، عرفنا الركتان واستعماله، لكن من الممكن يستعمله خاصة أنه الشاب لما يكون في بداية سنه كده، لو بشرة دهنية المراهقة أو في عمر الشباب عموما تظهر له حبوب على وشه بتكون مزعجة، هل هي مخصصة بالفعل للشباب أو لحب الشباب اللي بيكون على وجه الجنسين يعني؟ بس هي بتستخدم في فترات عمرية معينة، يعني فترة المراهقة صعب أصرف لشاب أو يعني طفل أنا بسميه، يعني في عمر 14 لحد 16 سنة ما بقدر أوصف له روكتان ولا بقدر أقول له أعمل الفحص أصلا، لأنه بتكون فترة مراهقة. يعني فترة الطفل لما يبدأ يكبر شوية بيكون في تحولات وهرمونات وخلل يعني في الحياة. يعني ده طبيعي، الحبوب دي طبيعية، ده شيء طبيعي جدا. يعني بعد ال 14 و 16 بعد ذاك ممكن تكون مرض، ممكن تتعالج بعد ال 18. يلجأ للروكتان بعد ال 18، بيكون شوية يعني بقى ثابتة الهرمونات في جسمه، الغدد وظائفه والحاجات دي بتكون خلاص شبه ثابتة، فما عنده مشكلة إنه يعمل التحاليل والفحوصات. بالنسبة للناس ال 14 و 13 سنة لما يجوني في المركز عشان أتعامل معاهم، ممكن اعمل لهم فيشل لو عندهم كميه من الحبوب يعني بارزه ومثلا تحتوي على مواد دهنيه وكده، وفي نفس الوقت بكتب لهم مضادات او استرويدات. يعني في انواع من المراهم تحتوي على شويه كورتيزون بتطفي الحبه بسرعه وبتعمل على تجفيفها. حتى المراهم دي لها انواع برضو، لها حالات معينه، حاله مستعصيه جدا بنديه مرهم فيه كورتيزون شويه قوي، بيستخدمه 4 لـ5 أيام مع غسول منظف مثلا، ويستعمل سنبلوك فترة العلاج كاملة. ممكن ياخد حبوب، في حبوب مضادات حيوية برضو خفيفة للأطفال في سن المراهقة، يعني معروفة زي دوكسيسايكلين وفيبرومايسين والحاجات دي ممكن ياخدوها. يلا كمان الحوامل ما بنقدر نوصف لهم روكتان، الروكتان بيؤدي لتشوهات في الجنين لأنه قوي، يعني هو بيغير في التركيب الجيني بتاع الجسم. فإذا الوحدة مقبلة على زواج برضو ما بنقدر نوصف لها الروكتان، ولا الحامل ولا المرضع ولا. طيب أنا كنت حذر عن الأثر السالبة للحبوب، خلينا نتوسع شوية في كلامنا. صح، سؤالك ممتاز. الأثر السلبية للروكتان إنه بيدخل الشخص في حالة اكتئاب مؤقتة، لأنه بيحصل على جفاف تام في الجسم، بيتشقق الشفايف، بيكون في حالة توتر عصبي، في ناس بتصدع بيهم الحبوب تعمل لهم صداع مستمر. في كمان ناس بتعاني من شحوب حاد في البشرة لأنه بيستعملوه بطريقة غلط، زي ما قلت لك ما بدهم نصايح كاملة لما يجوا يشتروا الروكتان، أخذ الروكتان وأشرب موية كتير، دي أغلبية نصايح الدكاترة اللي بيوجهوها للمستخدمين. بالنسبة للروكتان بيدخل في حالة اكتئاب، ليه؟ لأنه بيعمل على نفض الكمية بتاعت الدهون الموجودة في الجسم، غالبا تطلع على شكل حبوب. برضو الحالة دي ما نقدر نعممها على كل الناس، أنا واحدة من الناس استخدمته 6 شهور فما طلعت لي حبوب في وشي وانا فتره الاستخدام لحد ما تعالجت من الاثار حقت الحبوب. انا فجاه تغيرت بشرتي من جافه جدا لدهنيه جدا. ففي ناس بتقول لك لا انا بشرتي مستحيل تتغير، لا البشره بتتغير فجاه، تعرضت لصدمه نفسيه، تعرضت لمفاجاه، ضغط نفسي، انا كنت جايبه توام ويعني بسبب الضغط النفسي حق التعامل معهم لاول مره فجاه كده صحيت من النوم والشي كان كله حبوب بشكل مخيف يعني، فما عرفت اتعامل مع الموضوع. جربت كميه من العلاجات، فراكشن الليزر ما خليت شيء،
اخر حاجه لجأت للروكتان وانا كنت متهربه منه يعني. بصراحه لقيته حل جدا رائع، حل جذري بجد للمشاكل. ما في حاجه اسمها مستحيل بشرتي ترجع زي ما كانت، لا هون قدامكم يعني ما عندي اي مشكله الحمد لله. طيب احنا الان في الشتاء ومعروف مشاكل الشتاء كثيره جدا بما يمكن جفاف للبشره، بتختلف طبعا انواع البشره، ذكرت الروكتان ممكن تسبب جفاف في الجسم لو ما تم اخذ الحذر يعني. فنتكلم عن علاقه الروكتان بفصل الشتاء وباستخدامه بالنسبه للبشرات المختلفه. بالنسبه للروكتان احنا بنستخدمه في اي فصل من فصول السنه، ما عندنا مشكله. اللي احنا المفروض نعد له بنفسنا اللي هي الجفاف اللي بيجينا في فصل الشتاء، خصوصا الجو السوداني يعني بيغلب عليه الجفاف اكثر من مع البروده، بيكون في ناس بتتقرح بشرتهم بتكون جافه جدا، فبنصحهم انه يستخدموا تركيبات من زبده الشيا او اي كريم يعتمد على زبده الشيا. في انواع كميه من اللوشنات يعني من الشركات التجاريه ما لها عد ولا حصر، فكلها بتحتوي على كمية من المرطبات. احنا بنعرف اكثر حاجة زبدة الكاكاو ومشهورة بها شركة بالمرز، وفي عندك شركة زبدة المانجا، زبدة الشيا، تاني عندنا الشيا الخام طبعا صعب نستعملنا ثيك يعني وتقيلة شوية وكمان ريحتها غير محببة، يفضل خلطها مع اللوشنات او الكريمات العادية. المهم انه كل ما نرطب جسمنا كثير نشرب موية كثير وعصاير فريش ما بتكون عندنا مشكلة مع الجو باذن الله. طيب قبل يعني حسام ما يختم معك اللقاء، في جانب اخر ما يتعلق بالسيدات، هم معروف طريقهم انه اللوشنات والتفاصيل دي تفاصيلهم الخاصه بمملكتهم تقريبا كده، لكن الرجال عندنا العيب انه الراجل يتمسح مثلا يبلح حبوب عشان يزيل اثار في وشه او كذا، فالمفاهيم دي انت كخبيره تجميل كيف بتصفيها وما المطلوب من الرجل اللي وشه فيه حبوب شباب يعني؟ اول حاجه الاهتمام بالبشره ما له جنس معين يعني، الرجل ولا مرأة عادي شخص يعني، أنا الله جميل يحب الجمال، بس من المنطلق ده إنه كل شخص يحق له يهتم ببشرته ويهتم بشكله يعني. الرجل ولا مرأة الواحد بيحب يقف قدام المراية يحس إنه بشرته نظيفة ومرتبة ويعني بتكمل باقي أناقته ما بزلبس، فبشوف إنه ما فيها عيب لو لجأ لدكتور أو سأل أي اختصاصي في المجال ده إنه كيف يستعمل الحبوب. ما لازم يستعمل نفس اللي بنستعمله نحن كنساء، ما يعمل روكتان؟ لا ممكن ياخذ روكتان، وانا يعني بعرف كميه ما شاء الله استخدموا روكتان من شباب العيله وما عندهم اي مشكله حاليا، البشره بالعكس بقت نضره وبقت كويسه يعني صحيه، ما لازم تكون نضره ومنوره للرجل يعني، المهم انه تكون صحيه وهيلثي يعني، ما يكون فيها حبوب ما يكون فيها اثار او حفر يعني بتضايق صراحه. اذا ما ضايقتك انت ممكن تضايق المشاهد، فانه بقى في علاج لاي حاجه. حاليا في تقنيه جديده كمان اتعملت للي بيستعملوا روكتان وما انجزت معهم في الحفر والندوب، اللي هي تقنيه كحت البشره او ما تعرف بتقطيع الندوب، دي دخلت في المركز حقي يعني الحمد لله من فتره بسيطه وجابت نتائج جدا مبهره، ممكن نعرضها في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب الناس اللي عاوزه تتواصل معاك وتصل المركز ورينا كيف يصلوا. طيب تمام، انا المركز الصورة على واضحة اسمي ده الشكل العام للمركز من جوا. المركز عملوا على اسمي هبه جباره والتلفون مزليكم تحت في الشاشه. طيب انت ذكرت الان في توفر التقنيات مختلفه عندك في المركز، ابرز شنو الحديث الان وعليها الاقبال اكثر وكمان القبول من قبل المتلقي منك انت من خاص المركز السيدات؟ انا المركز حقي الحاجه الاساسيه فيه والهيدروفيشل. اللي هو الهيدروفيشل بالنسبه لنا هو ممكن المصطلح الجديد بالنسبه لك، هو تنظيف عميق للبشرة، بيكون في جهاز فيه 11 وظيفة، بنعمل تقشير للبشرة تنظيفها بنشيل الطبقة الأولى كاملة، بعدين بنستخدم شافط دهني هوائي، وبعدين بنعمل ماسكات كلها أورجانيك طبيعية. أنا بستخدم منتجات مروكن كلها أوريجينال، منتجات المغربية معروفة جدا فعالة في علاج البشرة الملتهبة، وأغلب اللي بيجوني المركز يعني الحمد لله الحمد لله يعني لقينا نجاح وصدى كبير لانه بشوفوا نتيجه من اول مره. جميل. بالعاده بقول لك الفيشل تظهر نتيجته بعد كم يوم، لا احنا عندنا بتظهر في نفس الفتره. الحاجه الثانيه عندنا برضه حمامات مغربيه برضه على مستوى رفيع، فيها صابونيات مغربيه جدا متكامل. ممتازه متكامله. جميل. للبشره في ليزر حيكون ان شاء الله برضه حيدخل قريب عندنا في المركز باذن الله. باذن الله. خبيره التجميل هبه خالد جبار، احنا سعيدين بك جدا، شاكرين جدا حضورك معنا اليوم. شكرا يا حمزه، شكرا يا حسام، شكرا لك جزيلا. واصل معاكم هذا الضفط الصباحي. انت مالك السلعه، انا عارف الجاي، عارف ماشي الفاصل، ما انت ما عرفت الهيدروفيشل.
ما بتعرف الفيشل قبل الهيدرو فيشل ما يجب انه اختصاص انه انا اعرف طبعا ما اختصاصي أه. ممكن من باب المعرفه انه انا اعرف بتسال من الروكتل للرجال اللي يطيب أه. لا ما نحن في ما منبر للتوعيه فيما يخص الرجال او النساء ده من واجب الرساله احنا بنقدم فيها فاصل مواصل مشاهدينا